تعال نقول دلوقتي ان معظم دول العالم فيها ظاهرة ان الانفاق العام بيزيد بقى تعليم وصحة وجيش وشرطة وقضاء وبنية تحتية واصرف زي ما انت عايز قول قول على عكس الكلام اللي كان بيقوله آدم سميث زمان ان دور الدولة يكون ايه محدود ومتحدد في حاجات معينة من الدفاع والامن الداخلي والامن الخارجي والبنية التحتية واكتر من كده او اي حاجة ازيد من كده يبقى ده تضييع وقت وتضييع فلوس ده كان كلامه لكن ثبت علميا مع الازمات الاقتصادية اللي بتحصل ومع ان دور الدولة بدأ يزيد حتى في الدول الرأسمالية وان معظم دول العالم بقت ميكسد فدور الدولة بدأ ايه يزيد تمام especially ان الطلب في العالم زاد على public goods زمان كان كل واحد عايش في بيتهم يتصرف مع نفسه وخلاص لكن النهارده البابليك جودز اللي هي السلع الاساسيه اللي الدوله بتوفرها للناس والسلع العامه الطلب عليها ايه زاد وفي حاجات كتير جدا احنا ما نقدرش نوفرها ابسط مثال تطعيم الكورونا اللي الدوله صرفته بالملايين تمام على معظم الشعب معظم الناس اللي اتطعمته كان تطعيم بايه ببلاش تمام كده فده فلوس اتصرفت على البابليك جودز ما كانش حد يقدر يعملها لوحده او لو سيبناها للناس كنا هنفضل في عياء وفي مرض لفتره اطول كلير تمام المهم كنز واتكلمنا عليه وفهمنا هو قال ايه قلنا الكلام ده 500 مره خلاص هنتكلم النهارده على اتنين علماء جداد او نظريتين جداد نظريه منسوبه الى عالم اسمه ادولف فاجنر ده مش ادولف هتلر تمام كده بس هو اسم ادولف ده اسم الماني والراجل ده الماني تمام وانت بتذاكر ما اسموش واجنر اللي يقول لك واجنر اديله على قفاه على طول اسمه فاجنر تمام كده عشان الدبليو هنا تنطق في في الالماني ماشي فهو ادولف فاجنر او هنقول عليه فاجنر خلاص القانون او فكرة بتقول خلاص كده ان law of increasing state activity قانون طبعا قانون لما الاقتصاديين بيقولوا القانون ده مش قانون صدر من البرلمان زي ما نقول قانون العرض والايه والطلب هي فكرة فكرة اقتصادية بيقول ايه ان نشاط الدولة بيزيد مع الوقت مع تطور التاريخي ومع تطور دور الدولة فانشطة الدولة زادت وظائف الدولة زادت طب اطبخ يا جاري يا كلف يا سيدي لو انت عايز الدوله فعلا تفيدك وتعمل لك تعليم وتعمل لك صحه وتعمل لك وتعمل لك وتعمل لك على زمان بس كانت بتعمل الامن والدفاع والبنيه التحتيه عايز بقى انت الخدمات الكتير دي وعايز البابليك جودز تمام يبقى يا باشا لازم يكون نصرف اكتر طب انا هصرف اكتر كدوله هصرف منين لازم يكون عندي دخل لازم يكون عندي يلا دخل تمام ما انا معظم الفلوس اللي بجيبها في العالم كله معظم العالم معظم الدخل معظم الريفيني جاي منين التاكسس بالضرايب تمام كده فبالتالي الدوله تقوم فرض ضرايب اكتر على الناس عشان تعرف تصرف اكتر عشان توفر لهم بابليك جودز وكل ما توفر لهم بابليك جودز اكتر وخدمات اكتر فمستوى البلد ينتعش تمام بنيه تحتيه افضل خدمات احسن خدمات انضف صحه انضف رعايه انضف فبالتالي الناس صحتها كويسه ومعاها فلوس فتعرف تعمل بيزنس فلما يعملوا بيزنس الدخل بتاعهم هيزيد فترجع الدوله تفرض عليهم ضرائب اكتر عشان تاخد الفلوس دي وتصرفها تعمل بابليك اكسبنديتشر فترجع توفر لهم بابليك جودز اكتر وادي الدايره ماشيه تمام وان كنا قلنا ان الموضوع بدا بان الدوله بدات تصرف اكتر ولما الدوله بدات تصرف اكتر بتبدا تجيب الفلوس دي منين من الناس واللي بيعجز بنعمل ايه بنستلف تمام فالمهم ده القانون اللي هنتكلم عليه الاول جه اتنين علماء بعد كده عملوا هايبوثيسز او نظريه اسمها بيكوك وايزمان هايبوثيسز وهايبوثيسز يعني نظريه او افتراض اكدوا الكلام بتاع فاجنر خلاص وقالوا ان كلام فاجنر لسه ماشي لغايه النهارده وينفع نتطبق عليه وخدوه وطوروه فعملوا حاجه اسمها بيكوك ايه يلا وايزمان دول اتنين علماء مش عالم واحد وعملوا افتراض فسميناها بيكوك ايه وايزمان هايبوثيسز نفهم الاول ادولف فاجنر قال ايه ثم التطور بتاعهم في الهايبوثيسز دي وصل لايه ماشي لكن الاثنين بيتكلموا فيه زياده انفاق الدوله والدوله هتصرف اكتر طب الدوله تصرف اكتر ليه وايه اسباب ده وايه فوائد ده ماشي يلا بينا القانون بتاع ادولف فاجنر او فاجنر اسمه يلا لاف انكريزنج ايه قانون زياده انشطه الدوله انشطه الدوله وظائف الدوله هتزيد فبالتالي الدوله هتصرف اكتر وهتحتاج فلوس اكتر عشان تصرف على الانشطه دي تمام تعال ناخد القاعده وريليشنز ناخد القانون يلا بيقول ايه كل ما الاقتصاد يتطور ماشي يعني ايه الاقتصاد يتطور يعني زمان الدول كانت كل اللي عايزاه تعمل نشاطات بسيطه لكن الاقتصاد النهارده اتطور بقت محتاج محطات طاقه ومحطات ميه والدنيا اتطورت والدنيا اتغيرت فكل ما الاقتصاد يتطور والدنيا تتطور انشطه الدوله كمان هتزيد وبالتالي مصاريف الدوله هتزيد تمام برضو قال لك لما الدوله بتحسن الاقتصاد وبتصرف اكتر فمستوى الناس هيبقى احسن انت تعمل بيزنس وانت تتوظف فبالتالي يحصل حاجه اسمها ان الانكم بير كابيتا انكم يلا
بير كابيتا، والكلمه دي مش ناقصه، هي كلمه لاتيني اسمها دخل الفرد او انكم بير هيد. انكم بير يلا هيد، فلما دخلك كفرد يزيد ده يشجع ويغري الدوله ان هي تعمل ايه؟ تفرض عليك ضرائب اكتر. مش انت مش دخلك زاد وعايش وسطنا ومدلعينك وبنيه تحتيه وتعليم وصحه، فنتيجه انت عايش في وسط كويس دخلك زاد، يقوم الدوله ده يغريها ان هي تفرض عليك ضرائب اكتر عشان تصرف فلوس ايه اكتر فنتطور اكتر، تمام؟ فكل ما دخل الفرد يزيد حجم القطاع العام هي ايه برضو هيزيد. وان كان في حته هنا مش واضحه نوضحها مع بعض، دخل الفرد زاد هتقوم الدوله تفرض ضرائب اكتر، تاخد الفلوس دي تصرفها، تصرفها على القطاع الايه العام، ودور الدوله يرجع يزيد اكتر واكتر، تمام كده؟ جميل. يبقى ليه ده بيحصل؟ ليه الدوله مع الوقت وعلى مر التاريخ بالذات في الدول، ودي كلمه هتتكرر كتير جدا في الورق، اسمها progressive nations، الدول التقدميه، انا مش بتكلم على الدول المتخلفه اللي راكنه في مكانها، انا بتكلم على دوله بتحاول تنمو او دوله متقدمه او بتسعى الى التقدم، اسمها progressive nations. ليه الظاهره دي بتحصل؟ خلاص قال لك بسبب because of increased demand for public goods، زياده الطلب على البابليك ايه جودز. عايزين تعليم احسن، عايزين صحه احسن، عايزين بنيه تحتيه افضل، عايزين نور افضل وكهرباء افضل، عايزين بابليك جودز. خلاص يا باشا يبقى انا محتاج اصرف، ما انا مش عارف اعمل لكم البابليك جودز دي من غير ايه تحكمه، من غير ايه مصرف، وعايزيني اصرف يبقى سيبوني افرض ايه ضرائب عليكم، تمام كده؟ وهنا بنلاقي وحته مهمه جدا ومش موجوده في الكتاب بس الدكتور قالها وهتيجي في الامتحان غالبا، ان يعني في حاجه اسمها التوليرنس. حاجه اسمها ايه؟ التوليرنس. التوليرنس يعني التسامح او التساهل. تيجي تلاقي الشعب بيتسامح ويتساهل في الدول المتقدمه مع الضرائب، يعني هو بيدفع الضرائب يبقى فرحان هو بيدفع الضرائب، تمام كده؟ ليه؟ لان بترجع له بشكل انظف تعليم في العالم واحسن تعليم واحسن مستشفيات واحسن كل حاجه. على سبيل المثال الضرائب في السويد وفي فنلند بتوصل احيانا ل 30 و40% من الدخل. عارف يعني 30 و40% من الدخل؟ تمام؟ مع ان في مصر بتوصل ل 20 25% يعني اقصى حاجه، وبالنسبه للناس الفقيره او الناس العاديه احيانا بيبقوا معفيين او بيدفعوا 10% ضرائب. مش هي ضرائب اقتصاديه؟ لا، في الدول زي دي بره بيدفعوا 30 و40% ضرائب وهم فرحانين، يبقى عندهم توليرنس، عندهم يلا. ليه في الدول المتقدمه الناس بيبقى عندها توليرنس او هاي ليفل اوف توليرنس، يعني متسامحين ومتساهلين وفرحانين وهم يدفعوا ضرائب؟ عشان فعلا بترجع لهم، بس بترجع لهم شكل ايه؟ خدمات وتعليم وصحه على اعلى مستوى، تمام؟ اما العكس في الدول الناميه والدول المتخلفه تلاقي الليفل اوف توليرنس، مستوى التسامح ومستوى التساهل ده بايه؟ بيقل. لا، الشعب مش عايز يدفع ضرائب ويتهرب من الضرائب. ليه؟ لان معظم الفلوس دي يا بتتسرق يا ما بتجيلوش يا بتجيله في شكل خدمات ضعيفه وسيئه، تمام؟ طيب وفقا لكلام فاجنر هنستنتج 7 نقط، وبعد ما نستنتج كلام فاجنر خلاص هنلاقي ان كلامه كان فيه بعض الحاجات مش واضحه، فهيجي عالم تاني اسمه ريتشارد ماسجريف، وده عالم امريكي خلاص هيوضح الكلام بتاع فاجنر بس في شكل 3 نقط. ناخد الاستنتاجات بتاعت فاجنر، بعد كده ناخد التفسير. هو ما قالش كلام مختلف، ماسجريف ما قالش كلام مختلف، هو بس بيوضح كلام فاجنر ايه اكتر. ماشي، يلا بينا نقرا من الورق. هات الصفحه رقم 73، خلاص الجزء اللي فوق ده قلناه بالتفصيل. نخش على من اول كلمه بيزد، شايفينها في نص الصفحه في صفحه 73، يعني استنتج 7 نقط من كلام فاجنر. ماشي يلا بينا. بيقول لك ايه؟ فاجنرز لا، ذا فولوينج بوينتس كود بي كونكلودد، يمكن استنتاج النقط الايه التاليه، عشان انا كتبتها لك كونكلوجنز اوف فاجنر ايه لا. هو فاجنر بيقول ايه؟ قانون زياده نشاط الدوله، ان الدوله نشاطها بيزيد وبتصرف ايه اكتر، تمام؟ 1، بيقول لك في بروجريسيف سوسايتيز، في المجتمعات التقدميه، اكتيفيتيز الانشطه بتاعه الحكومه سواء الحكومه المحليه اللوكال او الحكومه السنترال كده كده بتزيد، وبتزيد مع الوقت وبشكل منتظم. يعني لما نيجي نجيب دوله وندرسها في اخر 100 سنه، ودراسه فاجنر كلها كانت على المانيا على بلده، تمام؟ لان في اخر 100 سنه طول الوقت كل سنه الدوله بتصرف اكتر من السنه اللي ايه اللي قبلها، يعني الموضوع عمال يزيد ريجولر. علم على كلمه ريجولر بيزز. ليه؟ خد بالك، شرط ونتيجه. لان المانيا دوله متقدمه وتسعى للتقدم، فطالما دولتك بتسعى للتقدم طول لما انت هتتقدم اكتر مش هتعرف توصل للتقدم ده لما تصرف اكتر. تتقدم اكتر غصب عنك تصرف اكتر، عايز تتقدم اكتر هتصرف اكتر، فالموضوع يفضل منتظم في الزياده. ماشي، اللي بعده بيقول لك ذا انكريز ان جفرمنت اكتيفيتيز از بوث اكستنسيف وانتنسيف. علينا على الكلمتين اللي هيتذكروا النهارده 3 مرات وجايين في الامتحان. وش الزياده في صرف الحكومه وانفاق الدوله ونشاطات الدوله؟ ما اقول زياده نشاطات الدوله هي زياده انفاق، ما هي نشاطات الدوله هتيجي منين ووظائفها هتيجي منين؟ هي هتصرف ايه اكتر. الزياده دي انتنسيف واكستنسيف. يعني ايه اكستنسيف؟ توسعيه، يعني بدل ما كانت بتتكلم في 3 4 مجالات
بقت بتزيد بتزيد بتزيد، المجالات بتزيد. وانتنسيف يعني مكثفه، يعني ممكن تلاقي بتزيد بالمليارات كل سنه، بتزيد بارقام فلكيه. تمام، extensive توسعية و intensive مكثفة. تمام؟ تلاتة، the government undertake new functions، الحكومة بدأت تعمل وظائف جديدة عمرها ما كانت بتعملها قبل كده. خلاص؟ زي لما نجيب نقارن كلام آدم سميث زمان. تمام؟ بيقول لك is in the interest of society، يعني الحكومة لما هتيجي تعمل حاجة اللي بيحركها هي مصلحة الايه؟ الشعب. اكتب لي جنب كلمة interest of society welfare، اللي بيحركني ومصلحة ورخاء الشعب، سواء بقى التعليم أو الصحة أو الكلام ده كله. تمام؟ أربعة، وظائف الدولة القديمة، القديمة زي الايه؟ الأمن الداخلي والأمن الخارجي والبنية التحتية، أو الوظائف الجديدة زي التعليم والصحة والكهرباء والمية والكلام ده كله. تمام؟ بقت الدولة لما تصرف أكتر هتعملها ايه؟ أسوأ ولا أحسن؟ أحسن، أكيد لما أصرف أكتر هعملها أحسن. تمام؟ فبيقول لك الـ old functions والـ new functions are performed more efficiently وcompletely، على أكمل وجه، more than ايه؟ بيفور، احسن من قبل. تمام؟ طبيعي اكيد لما تصرف على حد اكتر وتصرف على مشروع اكتر النتيجه هتبقى ايه؟ افضل واحسن. تمام؟ خمسه، the purpose of the government activities، ودي تعتبر اعاده كده للنقطه الثالثه. ماشي، الغرض دايما من صرف الحكومه وانشطه الحكومه هو الويلفير، اللي هو يلا اللي نقدر نقولها الانترست اوف بيبل. ماشي، سته، expansion and intensification، قلت لك هي هي اللي كنا قايلينها من شويه في شكل كلمتين، كانت ايه؟ extensive وintensive. ماشي، expansion معناها التوسع، وintensification وبكثافة، خلاص بنتوسع في مجالات كتير وصرف بكميات هائلة بمليارات، أرقام الدول بتصل لمليارات. تمام، of government functions and activities lead to increase in public expenditure، كل ما الدولة تدخل في مجالات أكتر وبنية تحتية ومدن جديدة وي 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 وي. كل ما الدولة تدخل في أنشطة أكتر أوتوماتيك ده قصاده لازم يكون في إيه؟ صرف أكتر، public expenditure أكتر، انفاق اكتر. تمام، سبعة، though، خد بالك دي من through، ها though معناه بالرغم من. ماشي، وthough زي but و however بتربط ما بين جملتين ما بينهم تناقض، بس في الغالب بتيجي في اول الكلام قبل الجملتين. ماشي، though Wagner studied أو studied economic graph في جيرماني، بالرغم أن دراسته كلها كانت منصبة على ألمانيا، لأن الكلام ده بينطبق على معظم دول العالم المتقدمة والنامية. it applies، it ده عدا على القانون بتاع فاجنر، أن أنشطة الدولة بتزيد في كل دول العالم سواء developed أو إيه؟ developed. تمام، جه عالم تاني أمريكي، خلاص، اسمه ريتشارد موزجريف. تمام كده، وقال لك باشا كلام فاجنر على عيني وعلى راسي، بس انا حابب اوضح شويه حاجات زياده. تمام كده، زي ايه بقى؟ يلا ثلاث نقط هتلاقيني عاملهم لك كده، ايه نقط سودا، ثلاث نقط عم، وتحت خالص في فاينل كونكلوجن. ماشي، يلا بينا. بيقول لك اول حاجه ايه؟ as progressive nation industrialized، كل ما الدول اللي بتسعى الى التقدم تتجه اكثر الى التصنيع. ايه ده؟ طب ما دلوقتي معظم دول العالم بقت مصنعه. لا يا باشا، من 100 من 100 سنه اما دول العالم كلها بدات تتوجه ناحيه الصناعه، لما كانت كل دول العالم زراعه، تمام، واقطاعيه وزراعيه. فقال لك كل ما الدول تبدا تتوجه اكثر للصناعه هتحتاج ايه؟ الدول هتحتاج ايه عشان ابقى عندي صناعه اكتر؟ حلو، وهحتاج محطات طاقة، واحتاج طرق توصل المصانع بالمستهلكين، واحتاج مواني لو عندي فائض اصدره. فطول ما انت بتتوجه اكتر للتصنيع كل ما انت هتتوسع في انشطتك وهتضطر انك تصرف ايه؟ اكتر. وبالتالي the share of the public sector، نسبة وحجم القطاع العام هي ايه؟ هيزيد، القطاع العام دوره هيكبر ومحطات الطاقة هتكتر، وإلا مش هتعرف تتوجه للصناعة، مستحيل. ماشي، يبقى اذا ده اول نقطة. تاني نقطة بيقول لك the increase in the state expenditure، ان الزيادة في انفاق الدولة ده له ثلاث اسباب. ده له ايه يلا؟ ثلاث اسباب، نقرا مع بعض الثلاث اسباب. خلاص، social activities of the state، الانشطة الاجتماعية للدولة. زي ايه كده الانشطة الاجتماعية للدولة؟ معونة بطالة، social security، معاشات، كل الكلام ده ما كانش موجود زمان. خلاص، الدور بقى ليها دولة، لان لو ما ادتش للناس دي فلوس الناس دي مش هتلاقي شغل، مش هتلاقي تاكل، ممكن تتجه للسرقة ويبقى في بلاوي. يبقى في دور اجتماعي، دور المجتمع، دور الاجتماعي بتاع الحكومة بيزيد، وان هي تساهم مع المجتمع اكتر، فيبقى هتحتاج تصرف اكتر. احنا دول الثلاث اسباب بنقول public expenditure. تمام، بتزيد. خلاص، because of كام ريزون يلا؟ 3 ريزون. اول سبب ان دور الاجتماعي بتاع الحكومه بيزيد، يبقى هحتاج اصرف اكتر. 2، administrative and protective actions بيزيد، الدور الاداري والدور اللي يلا الحمائي بيزيد. اذا كان زمان كان بيبقى بيحمي المدن الاساسيه، دلوقتي بقينا بنحمي المدن والمدن الصغيره والمراكز، واحيانا القرى تلاقي فيها نقطه شرطه.
فاذا كان في حمايه دلوقتي بقى في حمايه ايه اكتر. الدور الاداري زمان من 100 سنه ومن 150 سنه في معظم دول العالم ولا كان في بطاقه ولا كان في شهاده ميلاد ولا 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 ولا. النهارده بقى في سجل مدني وسجلات والموضوع اتطور بقى في كمبيوتر. كل ده صرف, ده دور اداري ودور حمايه. تمام. كمان ويلفير فانكشنز, ويلفير يلا الحكومه بقى دورها ان هي رخاء شعبها, لان زمان كانت ملكيه فكان الملك كده كده بيورث, لكن النهارده في ظل الحكومات الديمقراطيه والانظمه الراسماليه دايما الرئيس اللي جاي او البرلمان اللي جاي عايز الشعب ينتخبه, فدايما يديله ايه وعود, هنبقى يا جماعه في وضع احسن, هنبقى انا يا جماعه في وضع افضل, انتخبونا ونخلي وضعنا احسن, فينتخبوهم فيبداوا ينفذوا كلامهم. طب عشان ينفذوا كلامهم ويخلوا وضع الناس احسن ويخلوا الناس في ويلفير هيحتاجوا ايه؟ يصرفوا اكتر. تمام. فلو عايز تخلي شعبك عايش في ويلفير هتحتاج تصرف ايه اكتر. دول التلات اسباب, واضحه وسهله. تمام. اللي بعده, بعد كده بيقول لك ايه, ذا ماتيريال بيلو. كلمه ماتيريال بيلو دي معناها النقاط ادناه, بيلو اللي جاي تحت يعني. ماشي. ذا ماتيريال بيلو او الموضوع اللي هنتكلم فيه, هنتكلم في ثلاث جوانب, 3 سايدز 3 يلا سايدز. تمام. جانب الاولاني هنسميه جانب اجتماعي سياسي, سوشيو بوليتيكال, اختصار سوشيال بوليتيكال يعني. 2 هنتكلم في من منظور اقتصادي او من جانب اقتصادي, ايكونوميك. ثم 3 هنتكلم او سي عشان المتراكمين اي بي سي هنا, هنتكلم من منظور ايه تاريخي. تمام. يلا نمسك الاول السوشيال بوليتيكال. بيقول لك الستيت سوشيال فانكشن اكسباند, دور الحكومه الاجتماعي بايه بيزيد. تمام. في نهاية مسؤولة عن تعليم شعبها, مسؤولة عن المعونة بتاعة البطالة, مسؤولة عن نهاية تعين الناس وتوظفهم والكلام ده كله. expand over time, expand يلا over time, دور الاجتماعي بتاع الدولة بيزيد متمثل فيه يلا. كل اللي جاي يعتبر تحت اطار السوشيال سيكوريتي, تحت اطار يلا سوشيال سيكوريتي. وليه جمعنا هنا ما بين كلمة سوشيال وبوليتيكال؟ يعني ليه قلنا ده جانب اجتماعي سياسي؟ لان مين اللي بيعمل كده؟ السياسة يعني في دولة حكومة. تمام كده. وجانب اجتماعي, دور الحكومة الاجتماعي تجاه الايه المجتمع او الشعب يلا, متمثل فيه like او such as retirement insurance زي السوشيال سيكوريتي او البنشن اللي هي المعاشات, natural disaster aid معونة الكوارث زي على سبيل المثال من اثناء الكورونا ومع بداية الكورونا كل عمال اليومية اللي هو بيقبض بالايه باليوم ما كانش ليه شغل مش متوظف لو بيقدم على معونة كان بياخد 500 جنيه في الشهر. دي معونة اتطبقت بالفعل في مصر في الفترة اللي فاتت ولغاية النهاردة متطبقة بالفعل. تمام. either internal or external, سواء الكوارث دي كانت داخلية او كوارث خارجية. تمام. برضو environmental protection programs وبرامج حماية الايه البيئة من مثلا تنقية مية وتنقية جو والكلام ده كله, ده برضو بيحتاج تصرف وفي الاخر لا يستفيد المجتمع. تمام. يبقى ده اول حاجة, يبقى الحكومة بتصرف في الجانب ده ماشي, في الجانب الاجتماعي والسياسي. 2 جانب اقتصادي, العلم بيتطور والتكنولوجي بتتطور, فهل احنا النهارده نقدر نعيش من غير كهرباء وبقيه العالم كله عايش بكهرباء؟ مش تقدر تعيش, اتعودت عليها خلاص. العالم كله النهارده عايش بالانترنت. تمام. هتقدر تعيش من غير انترنت؟ لا برضه, انت اتعودت عليه. فلو دولتك عايزه تتقدم, العلم بيتقدم والتكنولوجي بتتقدم في كل حته في العالم. فدلوقتي انت عندك محطات طاقه وكل واحد ينزل يبني محطه طاقه تحت بيته, ما تعرفش الموضوع محتاج ملايين يا باشا ماشي. وبالتالي الانترنت محتاج عشان تدخله مصر ملايين ومليارات, لانه بيجي بكابلات عملاقه, الكابلات دي بتمشي في المحيطات تمام وتوصل لك, وبعد كده توزع الانترنت على كل الناس. وان كان البشر المرحله الجايه هتبقى الانترنت بيوصل لنا دايركت من ايه من ساتلايتس ومن الاقمار الصناعيه, لسه ما دخلناش في الحته دي. ايلون ماسك شغال على الموضوع ده, اغنى واحد في العالم, هيحصل قريب. المهم كل ما العلم يتطور وكل ما التكنولوجي تتطور, فالحكومه ليها دور, ليها اساينمنت, ليها يلا اساينمنت. تمام. ان هي بقى في كهرباء في العالم يبقى نعمل محطات ايه طاقه, خلاص بقى في انترنت في العالم يبقى الحكومه بتدخل لك انترنت وهكذا, وكل ده هيحتاج صرف فلوس ماشي. يبقى كل ما الساينس والتكنولوجي ادفانس, يعني ادفانس تتطور العلوم. تمام. كونسيكوينتلي بالتالي انكريز اوف ستيت اساينمنت, كلمه اساينمنت تيجي مع الهوم ورك, بس هنا التكليف بتاع الحكومه او دور الحكومه او مهمه الحكومه ان هي تواكب هذا التطور اللي بيحصل في العالم. تمام. فيحصل الساينس والتكنولوجي اند فاريوس انفستمنت بروجكتس. سي يلا هيستوريكالي او تاريخيا, الدوله ستيت ريزورتس تو جوفرمنت لونز, ما الدوله عماله تصرف اكتر تصرف اكتر تصرف اكتر, طب اجيب منين الفلوس دي؟ هفرض ضرايب هفرض ضرايب, لازم اجيب ريفيني لغايه ليميت والشعب بيزهق بيطهق. تمام. فهيبقى في فجوه, الفجوه دي هنكملها منين؟ من القروض. ولذلك تلاقي مع زياده ظاهره انفاق الدول وصرف الدول بدا يزيد جنبها ظاهرتين, ان الضرايب بدات ايه تزيد وكمان القروض بدات تزيد. تمام. يلا ذا ستيت ريزورتس تو جوفرمنت لونز, ولما اقول قروض حكوميه يعني الحكومه بتستلف ماشي, جوفرمنت لونز فور ايه يلا عشان تغطي ايه يلا
كوارث والاحتياجات الأساسية. تمام؟ الكونتينجنسيز. تمام؟ يعني إيه كونتينجنسي؟ يعني طوارئ، كوارث أو الاحتياجات الأساسية. تمام؟ Thus some of government debt، مصطلح ده مهم أوي، الحتة دي مهمة أوي. مجموع دين الحكومة، هنقول مثلا الحكومة مستلفة مليون، ماشي؟ ونزود عليهم فوائد interest amount. interest يلا هترجع المليون دول مليون ومئة ألف مثلا، فوائد 10%، هرجع المليون مليون ومئة ألف. فأنا برجع المليون ومئة ألف مثلا هدفعهم اقساط، فالبلد اللي أنا مستلف منها أو البنك اللي أنا مستلف منه هرجعهم له كده 50 ألف في 50 ألف في 50 ألف. تمام؟ وأنا بسدد 50 في 50 في 50 في 50، ده اسمه خدمة الدين. اسمه إيه؟ يعني ايه خدمه الدين بقى؟ المبالغ اللي انا بدفعها لسداد الدين، ماشي؟ هيطلع عندنا مصطلح اسمه increase in debt service expenditure، علمنا عليها رشقه في الامتحان دي. increase in debt service expenditures، يعني increase in debt service expenditures، زياده انفاق خدمه الدين. يعني انفاق خدمه الدين، خد بالك انت، انا اللي صرفت على تعليم ولا صح؟ 50 ألف في 50 ألف في 50، انا استلفت مليون وهرجعهم مليون وايه و100 ألف، مش هرجعهم مره واحده، برجعهم قساط 50 في 50 في 50. وانت عمال تدفع 50 في 50 في 50، الفلوس اللي بتدفع دي اسمها خدمة الدين. اسمها يلا، اللي هو بتسدد الدين زائد الايه؟ فوائد. كلير؟ فطبيعي كل ما تستلف اكتر خدمة الدين بتبقى جزء عندك من الانفاق. انت هنا مش بتنفق على التعليم ولا بتنفق على الصحة، ده انت بتنفق فلوس عشان تسدد الايه؟ الديون اللي عليك، ماشي؟ اسمها خدمة الدين، ماشي؟ جميل. conclusion لا جديد، ده يعتبر تلخيص للي فات كله، فما فيهوش ولا كلمه جديده. تمام؟ بس نقدر نخلصهم في كلمتين. مع تطور الاقتصاد والتكنولوجي في العالم، ها القطاع العام دوره بيزيد، وعشان القطاع العام يبقى ليه دور وليه وظيفه، مش هيعمل ده بالسحر، مش سحر هو، هيحتاج ايه؟ يصرف اكتر. تمام؟ وده كان كلام المعلم فاجنر. تمام كده؟ ونحفظ اسم القانون بتاعه لانه هيسالك في الامتحان، يا باسم العالم يا باسم القانون بتاعه، ماشي؟ جم بعد كده اتنين علماء، خلاص، انجليز، اسمهم بيكوك وايزمان، عشان كده منسوبة اليهم النظرية دي. وعلى فكرة في نظريات كتير كده في الاقتصاد اللي متسميها على اسم اتنين ايه؟ علماء. تمام؟ المهم بيكوك وايزمان هايبوثيسز، يعني افتراض او نظرية. اول حاجة قالوها باشا كلام ادولف فاجنر زي الفل، لان كلام ادولف فاجنر يعتبر من حوالي من 80 ومن 90 سنة تقريبا، الكلام ده احدث شويه من 40 ومن 50 سنه. تمام؟ فبداوا يقولوا ايه؟ والله يا باشا كلام فاجنر تمام، ويقدر از ستيل فاليد، ستيل يلا فاليد، لو جينا نطبقه على معظم دول العالم هنلاقي كلامه سليم. تمام؟ دولتك عايزه تتطور يبقى هتحتاج تصرف اكتر، موضوع بديهي يعني، ماشي؟ وبعدين قعدوا يطوروا الفكره، بس اضافوا الجديد. خلاص؟ ايه الجديد بقى اللي اضافوه؟ قال لك في الازمات وفي الكوارث، في الازمات ويلا والكوارث، زي حصل حرب فجأة. تمام؟ ناخد مثال مثلا عند مصر في حرب 73، ماشي؟ كان عبد الناصر يطلع يقول كده في الإذاعة وفي التلفزيون، يقول يا جماعة بدل ما تشرب قهوة وسكر بخمس معالق خد معلقة واحدة، بدل ما بتاكل ثلاث أربع رغيفة عيش خليه رغيف واحد. تمام؟ والناس فعلا كانت متجاوبة معاه، لأن احنا حاسين إن احنا محتلين ولينا دور، فاحنا محتاجين نقتصد شوية في المصاريف. بدأ يفرضوا علينا ضرائب أكتر، والناس قبلت، والناس إيه؟ قبلت إن هي يتفرض عليها ضرائب أكتر، ليه؟ عشان هناخد الفلوس دي الزيادة ونوجهها لمين يلا؟ للجيش والسلاح عشان نحرر أرضنا. تمام كده؟ مش بس كده، الشعب كمان التجنيد دلوقتي سنه سنتين ثلاثه لو الواحد جاهل ومش متعلم وبيقعد او ظابط في الجيش. الناس ايام حرب من 67، من نكسه 67 لانتصارنا في حرب اكتوبر في سنه 73، اللي بيدرس لغايه دلوقتي في معظم الكليات العسكريه من عبقريته، يعني ان احنا بامكانيات بسيطه جدا دمرنا خط بارليف والشغل اللي احنا عملناه ده. تمام؟ ببساطه الناس كانت بتقبل ان هي تقعد في الجيش بالست سنين والسبع سنين. تخيل واحد ضاع من عمره 6 و7 سنين في الجيش بس قابل ويلا نحارب وعايز احارب. ففي الازمات سلوك الناس وتصرفات الناس بت ايه؟ تتغير، ماشي كده؟ في العادي انا مش قابل ادفع ضرائب كتير وممكن اتهرب منها، لكن بلدي في حرب فانا هقف جنب بلدي. تمام كده؟ فهمنا الفكره؟ نفس الكلام بيحصل في الازمات والكوارث. في كورونا، في ظل كورونا وفي ظل اللي فات، في ظل الوضع اللي فات اتفرض ضرائب على معظم الموظفين اللي شغالين في قطاع الدولة، خلاص، 1% اسمها ضريبة كورونا. مش الدولة عملت لنا تطعيمات وظبطتنا ومش عارف ايه وصرفت وقطعتنا من الاماكن، مش كل ده كان صرف لمواجهة الكورونا؟ فالدولة جابت الفلوس دي منين؟
من لازم تجيب فلوس، فزودت 1% ضرائب كده على الموظفين، واخدنا قرض من صندوق النقد الدولي، دي الفلوس اللي احنا جبناها عشان نعرف نمول الليله في مواجهه الكورونا، ماشي كده؟ فلما الناس قبلت ال1% خد بالك، وال1% دي لسه موجوده لغايه ايه؟ مع ان الكورونا تعتبر راحت او شبه اختفت، ماشي؟ ممكن تغب علينا في اي لحظه تاني، تمام؟ الله لا يعيدها ايام، ولكن باختصار الناس قبلت 1% ضرائب. لو جيت في العادي تقول لي انا هفرض عليك 1% للصحه العامه والامن والسلامه، لا مش عايز انا ال1% دي، لكن الناس قبلت في حل ظروف الكورونا ان هي تفرض عليها ضرائب. يبقى في ظل الكوارث والازمات الوضع بيتغير، ماشي كده؟ يلا بينا تعال نرسم رسم بياني او جراف. اول حاجه كالعاده دايما عندنا vertical axis الرأسي، وده هيقيس government expenditure. طبعا احنا هنا واقفين عن صفر، وكل ما نطلع فوق بنبعد عن صفر، يبقى بنزود ازاي الدولة تصرف اكتر، الدولة تصرف اكتر، الدولة تصرف اكتر. والمحور التاني هنقيس عليه الايه؟ الوقت. هنقيس عليه يلا الوقت، خلاص. وتعالى نشوف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل كظاهرة عالمية وفقا لكلام ادولف فاجنر، دولة تقدمية وتسعى للتقدم، مع مرور الوقت، مع مرور الوقت اللي بيحصل ها increasing في الستيت اكتيفيتي، الدوله بتدخل في كل حاجه وبتصرف اكتر. يبقى لو جينا نرسم طول ما انا ماشي كده يبقى الوقت بيزيد، صح؟ يلا طب نمشي كده يعني خط مستقيم مع الوقت بيزيد، الصرف هو هو ولا الصرف هيزيد؟ فبالتالي السهم لازم يطلع لايه؟ لفوق. بس زياده بطيئه وزياده منتظمه، وده بيحصل كل سنه، زيادة مستمرة بخطوات بطيئة بس بتزيد كل سنة. تلاقي الدولة بتصرف اكتر من السنة اللي قبلها 2-3 مليار، 10 مليار، 5 مليار اكتر من السنة اللي ايه؟ اللي قبلها، تمام؟ لغاية ما فجأة ممكن يحصل نصيبة، فجأة حصل حرب، اعتبر زي عندنا مثلا خلاص في 67 او في 73 في حرب حصلت، دي النقطة الزمنية اللي حصل عندها عند تاريخ معين حصل حرب، هي دي الحرب، والدولة عمالة ايه؟ تصرف اكتر تصرف اكتر تصرف اكتر لغايه النقطه بتاعه الايه؟ الحرب. ايه اللي هيحصل بقى اول ما يحصل حرب؟ كل ده بنزيد، كان كل ده ده وقت ايه ده؟ بيس، وقت عادي، سلام، مفيش مشكله خلاص، او مفيش ازمه يعني، تمام؟ فالدوله تصرف اكتر على التعليم وعلى الصحه وعلى البنيه التحتيه لغايه ما جت الحرب. هيوم يحصل ايه؟ لا باش ده احنا عايزين سلاح وعايزين 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 نجند ناس اكتر وعايزين نجند جيش اكبر وعايزين وعايزين وعايزين، تمام؟ ففجأة بيحصل حاجة اسمها تريجر. عارفين يعني ايه تريجر؟ تريجر معناها الزناد بتاع البندقية والمسدس، ده معناه تريجر. وتريجر ايضا معناها مثير او محفز، مثير او يلا محفز، تمام كده؟ وبتيجي فيرب برضو، تريجر يعني يحفز زي موتيفيت كده، ماشي؟ فيحصل تريجر. التريجر كان فين؟ فور. وممكن التريجر يبقى كورونا، كارثة او وباء، ماشي؟ بس في مثالنا هنا الوور، يبقى حرب او كارثة. يوم فجأة الخط ده يلا بيعبر عن ايه؟ الاكسبنديتشر مع مرور الايه؟ الوقت. هيقوم تك حصل جامباي كده، ماشي؟ دي هنسميها جامب، هنسميها يلا جامب. ففجأة لو انت كنت بتصرف 10 مليار لان هتصرف 20 و30 و40 اضعاف عشان تعرف تحارب وتفضل برضو تكمل تصرف الصرف الطبيعي بتاعك، لسه في تعليم وصحه شغال كده كده، خلاص الجامبايه دي خلاص. وبعد كده اثناء الحرب، الحرب شغاله، الحرب شغاله لغايه ما تنتهي الحرب. انتهت الحرب هنا بعدها بثلاث اربع خمس سنين، ماشي؟ عند انتهاء الحرب الصرف عمال يزيد يزيد يزيد. خد بالك احنا عملنا جنباي الاول، صرفنا فجاه كتير وبرده الصرف عمال ايه؟ يزيد. انتهت الحرب، ايه رايك؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نرجع بقى نصرف زي الاول. هو احنا هنجيب الفلوس دي منين اصلا؟ يعني نرفع ضرائب والناس هتتقبل، صح؟ مش الناس هتتقبل، لا، عشان احنا في حرب ولازم نساعد بلدنا. يعني استلف، ما قدمناش دول الحلول الاساسيه يعني، ماشي؟ تجيب ضرايب ولو عجزت معاك تبقى تستلف، ماشي؟ طيب بعد السؤال هنا، بعد انتهاء الحرب ايه اللي هيحصل؟ في ناس هتقول لك يبقى المفروض نرجع بقى نقلل الضرايب تاني. نقلل الضرايب تاني، صح؟ تمام؟ اتفاجئ بيكوك وايزمان ان بعد الكوارث والازمات الناس اتعودت. كانت الضرايب مثلا زادت 10% او 5%، الناس اتعودت ان هي بقت بتدفع ضرايب ايه؟ زياده. فطالما هم جيت يوز تو ات، اتعودوا على ان هم يدفعوا ضرايب اكتر، فالحكومه بتكمل. ونرجع تاني للوضع اللي كان قبل الحرب. ايه الوضع اللي قبل الحرب؟ السلام. اللي بيحصل ها
ان الانفاق هيقعد يزيد 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 بس ان سلو بيس. يعني ايه سلو بيس؟ بسرعه بطيئه، معدل بطيء. امال فين القفزه اللي حصلت والجنبايه المفاجاه اللي حصلت مع ايه؟ مع بدايه الازمه، مع بدايه الكارثه، سواء كانت وباء زي الكورونا او ناتشرال ديزاستر كارثه تمام، او كانت وور، او كانت يلا وور. ومع انتهاء الحرب خلاص التاكسس ليفل، التاكسس يلا ليفل ويل نيفر جيت باك تو ذا انيشال ليفل، مش هترجع للمستوى الاولي. انيشال يعني ايه؟ اولي. يعني الضرايب مش هترجع زي ما كانت، بالعكس الضرايب هت ايه؟ هتكمل. ولكن السؤال دلوقتي، اثناء الحرب الناس كده كده كانت قابله بزياده الضرايب وقادفه تدفع اكتر وقادفه قابله نشد الحزام على وسطك يا معلم وتقشف ماشي. بعد الحرب الناس اتعودت، ولكن مدى التوليرنس، مدى يلا تولرنس يعني تساهل الناس وتقبل الناس للضرايب، ذا تولرنس وذ ذا ليفل اوف تاكسيشن، تقبل الناس لفرض ضرايب جديده بعد الحرب هيفرق بقى. طالما انا في وقت السلام يعني بعد الحرب او قبل حرب، هنفرق ما بين الدول المتقدمه والدول الايه؟ النبي. الناس في الدول المتقدمه عندها هاي ليفل اوف تولرنس، هاي ليفل يلا يعني بتتقبل تدفع ضرايب عاليه لانها بترجع لها في شكل خدمات على اعلى مستوى. اما في الدول الناميه بيرجعوا تاني ايه؟ يتهربوا من الضرايب او ما يبقوش عايزين يدفعوا الايه؟ ضرايب. يبقى الليفل اوف تولرنس في الدول المتخلفه والدول الناميه بايه؟ بيقل. انا مش عايز ادفع ضرايب، انا مش متسامح، مش متساهل مع الضرايب. لكن امتى كل دول العالم بتبقى متساهله مع الضريبه سواء دول متقدمه او دول ناميه؟ اثناء الكارثه. كله مستعد يساعد. ماشي؟ حتى في كتاب كده اسمه عقيدة الصدمة، هو دكتور ما ذكروش يعني ولا هو موجود، بس من كتب انا حبيبها قريتها يعني. كتاب اسمه عقيدة الصدمة، ان الشعوب بتقبل تغيرات جذرية مستحيل كانت تقبلها اثناء الازمات والكوارث. اثناء الازمات ايه؟ والكوارث. ده خلاصة الكتاب يعني، بيؤكد نفس الفكرة دي وجايب امثلة بالهبل من التاريخ على كده. تمام؟ خلاص شباب تعالوا نقرا كام ملحوظة كده من الورق. يلا. بيكوك وايزمن تمام. في الاول بيكوك وايزمن بنوا كلامهم على مين؟ يلا الهايبوثيسز النظريه بتاعتهم بنوا كلامهم على مين؟ فاجنر تمام. في ثالث سطر وعملوا دراسات في اليونايتد كينجدم زي ما انت شايف اهو يو كي خلاص، ووجدوا ان كلام فاجنر ستيل ايه؟ فاليد. ايه الجديد بقى معلم؟ خد عندك يلا. واحد نقرا بس اول حته عشان مهم قوي. بقول لك ذا رايز بيكوك وايزمان stated that ذكروا أن the rise in the public expenditure greatly depends on revenue collection. يعني إذا كانت الدولة عايزة تصرف أكتر، طب أنا هجيب الفلوس اللي أنا هصرفها دي منين؟ من revenue collection، من إن أنا أجمع دخل، ومعظم الدخل في معظم الدول الحديثة جاي من ضرائب تمام كده؟ يبقى depends على revenue collection. وover time economic development مع التطور الاقتصادي عايز بقى تطور اكتر، يبقى غصب عنك هيحصل substantial revenue. substantial ايه؟ revenue. فبدأت الحكومات تفرض ضرائب اكتر على شعوبها، تلم فلوس تصرفها تمام؟ وبالتالي ده يمكنها من ان هي تزود increase في ثالث سطر public ايه؟ expenditure. تعال نجيبها كده بتسلسل، هلم فلوس اكتر ريفيني بشكل ضرايب، فاعرف اصرف اكتر، فاعرف احقق تطور ايه؟ اقتصادي. وهنا انا بتكلم على اوقات السلم، اوقات يلا السلم ماشي، سواء قبل الحرب او بعد الحرب، او قبل الازمه وبعد الازمه تمام. انزل على بعده، الحته دي مهمه جدا وموضوع سؤال برضه في الامتحان، ودي حته منتل او سايكولوجيكال، والدكتور قالها دي من الجمل اللي مزودها من المحاضره، مساله نفسيه اللي هي مساله التولرنس، مساله يلا هل الشعب هيتساهل ويبقى قابل انه يدفع الضريبه وهو مزاجه حلو، ولا مش عايز يدفع الضريبه وهيفلق ويتهرب منها تمام كده. يلا there is a gap between او big gap، في فجوه كبيره ما بين الاكسبكتيشنز اوف بيبل، توقع الناس اباوت بابليك اكسبندشر. يعني طول الوقت الناس عايزه الحكومه تصرف اكتر وتدلعنا اكتر من غير وانا ما ادفع حاجه تمام. طب يا باشا، طب انت عايز الحكومه تصرف، يبقى انت قصدها انت كمان لازم ايه؟ تساهم. فالناس توقعاتها تبقى ان هي عايزه الحكومه تصرف اكتر بس من غير ما هي ايه؟ من غير ما تزود عليها ضرايب. لا يا باشا، عايز الحكومه تصرف اكتر يبقى غصبا عني هزود عليك ايه؟ ضرايب تمام. يبقى الجاب والفجوه ما بين ايه؟ ان الناس عندها توقعات اكسبكتيشنز ان الحكومه تصرف اكتر اباوت ذا بابليك اكسبنديتشر، اند يلا رقم اثنين الفجوه ما بين ايه بقى؟ مدى تساهلهم مع فرض الضرايب. ده تولرنس ليفل اوف ايه؟ تاكسيشن. يعني ايه؟ تعالى بس نقول الفجوه جت منين. لو الناس عايزه الحكومه تصرف اكتر واحنا كمان عايزين ندفع ضرايب اكتر، يبقى كده مفيش فجوه. الفجوه جايه منين؟ ان الناس عايزه الحكومه تصرف اكتر بس هو يدفع ضرايب ايه؟ قال كده في فجوه يا باشا.
خلاص اللي احنا بنقوله المثل العربي القديم اللي انا مش بحبه يعني بس هو بيوصل المعلومه اطباخ اجاري يكلف ايه يا سيدي انت عايز الحكومه تصرف يبقى يا باشا انت كمان ايه اصرف ادينا فلوس تمام therefore governments cannot ignore فلو الحكومه فرضت ضرائب على الناس ما ينفعش بعد كده ترجع تتجاهل مطالبهم انت مش لميت فلوس يبقى اصرف بقى تمام يبقى اذا the governments cannot ignore the demands made by the people regarding the various a service خصوصا especially لو كانت بتجمع منهم فلوس ايه كتير جمعت فلوس كتير يبقى حقق مطالب الايه الشعب تمام اللي بعده بيتكلم في الحته بتاعه الوور وافتر وور لغايه ما بيظهر تحت حاجه اسمها بيكوك اند وايزمان ديسبيسمنت ايفكت علمنا على المصطلح ده بيكوك وايزمان اي حاجه بقى بنسيبها بيكوك وايزمان بنقول عليها يلا نسبة إليهم يعني زي ما كنا قلنا فاجنر لا مثلا نسبة إلى فاجنر تمام اسمها displacement effect أثر الإحلال وأثر الإزاحة أثر الإحلال ويلا والإزاحة تمام بيكوك على فكرة يعني طاووس ماشي زي انت بتشتري سندوتش فول من الباغل ايه اللي سماه الباغل هو احنا كده الناس بتسمي كده هم احنا بنسمي الباغل هم سموا الطاووس عادي يعني تمام ماشي المهم بيقول لك الظاهرة دي ان لما تكون عمالين نصرف اكتر نلم فلوس ونصرفها الحكومه تلم فلوس وتصرفها لغايه ما فجاه يحصل جامباير تمام كده الجامب اللي حصلت دي او القفزه اللي حصلت دي خلاص ده اسمه اثر الاحلال والتبديل اثر الاحلال يلا بدل ما كان بندفع فلوس قليله هندفع ضرائب اكتر ده اولا في احلال هنا حصل في تغير حصل اتنين بدل ما معظم الفلوس كانت رايحه للتعليم والصحه والانتاج المدني معظم الفلوس هتروح للجيش والدبابات والطلقات والانتاج الحربي فحصل هنا احلال وتبديل تغير بقينا بندفع ضرائب اكتر امتى الاحلال والتبديل بدا يحصل اكتر مع الازمات مع الكوارث مع الحروب تمام فحصل جامب حصل يلا جامب تمام فبيقول لك it is called displacement effect because it changes in the state expenditure amounts بالذات في الازمات ان الحكومه تصرف اكتر اوكار ملهاش نطق تاني ماشي اوكار مش اوكار ولا اكار ولا اي حاجه من الحاجات دي ايه بنسمعها دي ماشي اوكارين جامبس يعني ايه جامبس قفزات ماشي جامبس كام ان بارتيكولر ثانكس لما اقول بارتيكولر ثانكس شكرا للسيد المحافظ يعني بسببه يعني ماشي شكرا للازمات ماشي سيرتن اكسترا اوردينري ايفنتس ماشي لايك وورز اند ناتشرال ديزاستر وزودي جنبها كورونا كمثال يعني الدكتور وان كان قاله بالعربي بس نكتبه برضه احتياطي كوباء عالمي وباء ايه عالمي تمام يبقى ممكن تكون كوارث ممكن تكون اوبئة كورونا بالسي مش بالكي ماشي اللي بعده لان هي كلمة لاتيني معناها تاج اصلا خلاص معايا في displacement effect شايفين الرسمة هي نفس الرسمة اللي قدامكم دي اللي حصل هنا بقى مع بداية الحرب حصل ايه بدايه الحرب ماشي حصل جامب قفزه فبدا يحصل حاله الاحلال بدا الفلوس تتلم اكتر وتتوجه في حته تانية اللي هي ناحيه الحرب او ناحيه مواجهه الكارثه ماشي الحرب او الحدث او الديزاستر الكارثه تعتبر تريجر تعتبر يلا هتلاقي كلمه تريجر مكتوبه هنا ومكتوبه تحت في الشرح يعني تريجر محفز مثير تمام كده ده اللي حفز اللقطه دي والجامبايه دي تمام لما احنا كنا ماشيين بخطوات بطيئه زياده بطيئه زياده بطيئه وبعدين تك الجامبايه دي بنوصفها من هي اسمها ثريشولد 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 معناها سلمه او عتبه بس لانها قد قفزه عاليه كان دي سلمه او زدنا زياده كبيره فعلى الجرافات بتتسمى ثريشولد بتسمى يلا ثريشولد تمام كده بس دي القفزه او دي الجامبايه طبعا دي بدايه الازمه ودي نهايه الازمه او بدايه الحرب ونهايه الحرب وقبل وما بعد الازمه او في اثناء السلام قبل وما بعد الايه الحرب مفرقين واضحين خلاص ده كل اللي عندك وشرحنا الجراف بالتفصيل وهتلاقي عندك تحت نرجع تحت خالص هتلاقي كلمه slow pace ان اثناء السلام او بعيدا عن الازمات قبل وبعد الحرب الزياده بتحصل ولا ما بتحصلش بتحصل ولكن بخطوات بطيئه لكن اثناء الكوارث بيحصل زياده ايه مفاجأة وعالية وسريعة ماشي؟ الجامباية أو الثريشولد تمام؟ توكلنا على الله.